ازيكم يا شباب؟ قبل ما نخش على الجيم هيكون ان شاء الله في بس بكرة اللي هو يوم الجمعة 5/2/2015 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية. لو انت بلدك مش عارف الوقت تقدر تخش على جوجل وتعمل سيرش على التوقيت بتاع القاهرة او السعودية وهتعرف بالنسبة لبلدك الساعة كام الان. يلا نخش على الجيم. ازيكم يا شباب، معكم حلقة جديدة مع ايسيتيوب جيمينج. النهاردة هنلعب لعبة كلاش اوف كلان. اول ما افتح الجيم البتيجي بتعمل ايه مش عارف، فيه بتصور قالت لي حصل غارة العدو على القرية بتاعتك. مين اللي عمل الغارة دي؟ مين اللي اتجرأ على ايسيتيوب جيمينج؟ هندوث حسنا شوف مين اللي عمل البلوى المصيبة الكبيرة دي. والله راح يدعس فينه يا معلم. شوف بقى ايه اللي حصل له. نهار اسود، 50 ثانية. اوبا، الراجل تم دعسه واتفحط عليها. هبر اسود، ايه يا عم انت نبه ولا ايه؟ فين الجثث اللي كانت هنا؟ انا بعمل اعادة ليه؟ ارجع تاني. انا بعمل اعادة ليه؟ ايه ده؟ الولا جاب لي مزيكا في دماغي. خلاص يا وحش، خلاص انا طلعت وربنا اقسم بالله طلعت. نعمل اعادة العرض. اعرض يا شباب. لا اتلخبطت وربنا قصدي المشاركة عشان اكسب. لا استنى، اللي تحت ده اكتر صح ولا 30 30؟ خلينا في 30. نعمل مشاركة يا حمان. اعمل ولا اللي بيضحك ده، ده نص ضحكة، دي ضحكة كاملة بقى. ارسال يا شباب عشان اتفرجوا عليها في الكلام. ايوخ، ده انا ما عنديش اي حد يحمل قرية. هر اسود يا جدعان، عايزين دعم دعم. ابوس ايديكم بس كده عشان نبعت للكلان دعم. ابوس ايديكم، ابعت بقى الطلب. رامس هما ماكس واي حاجه بتطير يا جدعان، خفاش بطاطا اي حاجه، دوس ارسال. رب حد يعبرني. المهم انا ببعت دلوقتي، ببعت في وقت متاخر خالص، مش عارف في حد هيرد عليا ولا لا اساسا، ببعت في وقت غلط. فالمهم ايه، صورت متاخر لان ورايا كان مشاغل وبتاع، فمش عايز اشغل دماغكم. فالمهم دي القريه بتاعتي. ويجمع يا ايسي الذهب ويجمع الالكزارات. طبعا هتقولوا لي انت ما بتعملش هجومات ليه؟ ما بتنزلش كلاش ليه وبتاع؟ بصوا انا عامه، ايه ده، في واحد بعت لي. والله ربنا يكرمك يا ابني، في واحد بعت لي اهو يعمل كده مع بعت لي. والله اهو بعت لي خفافيش. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك يا حاج. اه في واحد بعت لي، ربنا يكرمه. دخلت القبيله، في واحد بعت لي اقول له شكرا يا حماده. هو راح فين؟ استنى كده، شكرا يا بطل. والله هو لسه صحي، هو صحي ازاي ده؟ شكرا يا بطل. في ناس صحي لغايه دلوقتي. شكرا يا حماده. المهم انا دلوقتي ايه اللي بعمله عشان تبقوا فاهمين، عشان هقف شويه ما انزلش كلاش، بعد كده هبدا هجمات عشان انتوا هتتخانقوا. لو عايزين تتابعوا اول باول يا ريت تكتبوا لي في الكومنت بتاعكم لو انتوا يعني انا مثلا عاجبكم الفيديو او مش عاجبكم، عشان انا شايفه اللي هو ممل. ايه الفكره بقى في الفيديو؟ كالاتي، الاليكزيرات بطور فيها، انا هوصل كل حاجه ماكس قبل ما ابني البيت ده، تمام؟ يعني البيت هنا اهو، اهو زي ما انتم شايفين المستوى الرابع، تمام؟ عايز اطور بس الاليكزيرات دي، عندي واحده بس المستوى الثامن. لو دوست على معلومه هنا هتلاقي ايه؟ لا لو دوست على الترقيه، بص مش هينفع ارقيها غير لما اوصل للمستوى الخامس بالنسبه للقلعه، تمام؟ فانا شايف كمؤقتا، شايف كمؤقتا اخلص الحاجه دي الاول اللي عليا، تمام؟ وبعد كده اخلص الالكزارات هنا، بعد كده اخلص مناجم الذهب. انا طورت برضو واحده هنا وخلصت الدفاعات ظبطتها، تمام؟ فانا عايز اوصل كله ماكس، وبرضو اللي هو ظبطت اللي هو ترقيه المدينه، قصدي ترقيه رمس هما، برج رمس هما.
واعتقد ان كده كله تمام، بس ناقص حاجات بسيطه بس عايز اجيبها كلها ماكس قبل ما اجيب للقريه المستوى الخامس. وفي حد بيرد ولا ايه؟ اتدلل ده، انا هتدلع يا حماده. ايه الهايج ده، انت هايج على مين يا عم؟ اسامي غريبه يا ربنا. اضحك يا حماده، انت تدلل ابني، انا ولدك. المهم جمع يا معلم البتاع دي، عربة الغنائم قشطة يا حمعان. فالمهم دي القرية بتاعته، ربنا يسهل واحدة واحدة علينا نجمعها ونظبطها ونشوف حلقات جامدة. فسيبولي 3 4 ايام كده اكون ظبطت بالنسبة للإكزارات، عشان بس زي ما انتم شايفين بتاخد وقت قد ايه، او زي ما انتم شايفين مكتوب قدامكم مكتوب 18 ساعة هر اسود. فطبعا بيخلص هنا بيخلص هنا، فقدامنا لسه في واحدة والتانية، وعندي في اتنين هنا كمان، فكعبلة بصراحة. عايز اوصلهم بس المستوى التامن عشان اعرف اجمع جولد، زي ما انتم شايفين الجولد عندي، اجمع جولد واجمع الاكزارات عشان ابدا الهجمات الرهيبة. واشوفكم المرة الجاية مع فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.